سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الموالاة. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. كان نبياته صلى الله عليه وسلم تأمراتوش مهكر أنيا القرآن الكريم كنبياته عليه الصلاة والسلام تأمراتوش تلقوا معجزة قرآن الكريم. قرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يوردو تعجيزا لمن كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام يقوم ينبرون نبينا عليه الصلاة والسلام يا وغز ينبروا مشركوش اسكينا انت متشلوكم هنا لنبي محمد كورل لتنقر أنبيتنا أنكس يمتاكلمكم أنتو تبلو لتحدي كفاروش عندما يشلو لما صوك يورد القرآن لذلك وستو يقلو عجائب بتأمزو. الله يسوكنا الله يسوكنا قرآن الكريم وست يقلو وستو يقفو عجائب جيب بتأمز فيه فوائدو جيب بتأمزو مسترو تلقنا. الحمد لله الله سبحانه وتعالى أمة القرآن سلا درجة القرآن يورر الله شو أمته شو سلا درجة القرآن الكريم هجب الشال كذي في تنبرو أمته من لا ننبرو تقصد بها أحوال شو هني تاتو اللي تنبرو ولا في تيم يهون نجروج تقصد بها كموت وحالا من الروج نجرو سلا آخرة سلا صراط سلا جهنم سلا جنة تقصد بها أدرى درنا أجلالزو عربوج بقوان قوارض أنت أنكر أن بربث زمن لا يورد القرآن هنو النسجن يالشالوتنا يدرسوبث يالشالوبث يالشالوت أن نيت القرآن آيات المتأكل أنك أزغيت وما تأتيك أتشون إيه القرآن عجائبته تلقى. الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام واحد سيا عبد الله شو مشركوج متون ابو جمر يا ابو لهب ابوتاچو معزين النبي ابوتي نبرو ابو لهب الله قران اقول لي يا لو سينروت ني نبي من يالونا با الله امن سينو مندن يالاتچو تبل لك سائر يوم الله ولا يعلم الله يعني ارغمان يودد بلو ارغماچو يسو ارغمان براسو يملسو انجي فوجن بيادرسو. الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يعني القرآن آية وردنا سلسو السن بكفرنا نبيون بمسك آية متقز من الجرى والشوان بعربيتهم تشمر ودفيت متبك أتشاو النقر عندما يسمنا بكفر دم يموت الله أكبر ودفيت بكفر يموت السلام جهنم النبي تبكه والله قال سؤالنا السم جهنم دم يورد الله قرآن يتكس تبكه إيه آيات يورده أبو لهب بهذه الآية صحيح كفارج محمد لا يوردون قرآن نو يميلون كجيت هاي مت على يميلون نجار النافر سبته يارو يوم هاي تقول ترى نجار بيدين يوم ملكو الساتشون هاي يوردون قرآن لما استقبل الساتشون نبيين نت لما استقبل جيت أول نجار نجار بن أبو لهب إنه قرآن لا يعلم نجار ناس واش يتبارون بالسنة وقولوا ما أسلم يجوا بشرهم. الله تعالى بارو ملكه بكفر دار لموته سبحان الله. الله تعالى كفاروش ايهولوش ايهولوش مالوش النزين ايهولوش موتن تمن متلاش موتن ايخلهم ايمن ولمن ولدي خير من ليلاش واقعون ولدي من ليلاش
خيرون لله شكرا الذي يعني نبيه مسيح استوابه ينبرونا تكذيب سيارة ينبرو مدينة لا ينبرو ليلوش ما يقولوش إيه القرآن عايز وردو سمتو ولا يتمنونه أبدا نجيم بهم موتنا يمين بلو الله تنكر نجيم بهم أخيرا لي اندينا يرى اللي لنا بلو مموتنا ينبر ما يرى أي مين لمن يلاش شو زي القرآن آيات لا يوردهم نقر الناس واش لهم ما ألف منهم زي قباشنا أبدا ما يمنهم الله القرآن يرسل ما زوركم نزي مشركوش مكة لا ينبيون سحسك أيون برو مشركوش اسكين نانتا بتشلوكو هنا السر القرآن بعشر سور السر مفتريات نانتا متزجاج واتشونا ننت متسق واتشون أسرع من كتج أزجاجنا عم تونا كقرآن قرناه أو بدأه ميرس بس كمان نكشارات شونا يان كارجات شو كشارات شو ننت ذكرنا شو غير ترابون يمكى مشركوج بعربيني على الآن هو بزنا أنكار يبار مشركوج أنديتن آياتهم تكشف أنديتن أسر سورة يبدأ القرآن لا يعني متون أسرارات السورة وجل سورة سايحون أنكز أنديت أنكز أنكو عم تغير جل أسر سورة رجل كذي أولا سورة شو أنك أنكز رجل كذي أولا أنديت آية رجل أنديت آية لذي أمي لألو علماء وجه القرآن كله معجزة عندما كمنا لألو ليس معجزة واحدة عند معجزة الشيخ لما القرآن بل كل آية منها منه كقرآن أنكس وتوس كسدس شبال أنكس وتشالو أيان داندو أنكس معجزة نوار النبي صلى الله عليه وسلم أيان داندو أنكس مننا معجزة نانتا متلوث من حق كونا محمد ملو استثنى متلو كونا الشيء أن بيت القرآن أن تكون قوان أمتو الشارو ما لمتو الله أكبر سلزي ينده أنه القرآن آيات مشركو تشن عاجزو تشن دهونو ميرا لقف يا نبي ياسين النبي جنة ميرا لقف معجزان يعني فاندان علماء الشباب القرآن بيتشاون كسردست شي بلاي معجزان والا زي قباشنو القرآن بيتشاون كسردست شي بلاي معجزان والا أننا علماء قالوا أكثر من هذا كذب لين تبلغ من هذا هي قرآن آياتك عندنا صحيح الآيات رجم آية سورة البقرة لا يمكنه آية الدين بل أهم بمن كرابة مصحف أهم بمن كرابة قرآن عند قدس هي قبضة عنده أنكس عند قدس مولا إيه أطول آية في القرآن فالقرآن أنك توجد رجموا آية من بارونا يمكنوا سورة البقرة لنا هي آية سمو يزيها أنك تسمو آية الدين بارونا إذا ليس بدرنا بمية رجل بساعات من مارك الله اللبات شريعة من الله سأمل أن يقلس البات هكذا يعني يا أنك تسمو فالقرآن أنك توجد أجتر أنك توجد بارونا نرسالي إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سوست أنكس إيازة سورة كقرآن أنكس وشوست كلا لا وزر أتشر آيات الجالو كزيان منس ثم نظر يميل النزي أتشر آيات الجالو بالقرآن لك تكففلو من يأكل يهون أبلو يجي كفاتلو من يأكل يهون أبلو مشركوك يزياجن يأجران آيات متأكل يهون قرآن يمسل من قد يجيب إذن بزي عينات التاسب قرآن سدستشي من عمد التاسيهون فالزياب لاي معجزان وردنا يعني كل كلمة من القرآن معجزة القرآن استيقظ قرآن تجهله لنبيتنا عليه الصلاة والسلام لساجر معجزان يعني كفار وجن أن أنت أكتلهم أني ركت نبي
እውነት ነብይ ነው ቢልን ማረጋጃ ሙሽሪኮች ቁርአንን ማፍረስ ይችላሉ ኖሮ ምን ባላረጉ ነበር ሰይፍ ባልመዘዙ ነበር አረም ራሳቸውን ያን ወደ ሞት ይዳርጋቸው ነበር ባላረጉ ነበር ብዙ መሸቃነ ተአምን ባልተሸከሙ ነበር ነገር ግን ስላልቻሉ ቁርአን ይመስል ነገራን ታ ስላልቻሉ ወደ ምን ገቡ ወደ ቂታር ገቡ ወደ ግሪያ ገቡ ራሳቸውን ወደ መሰዋት ገቡ መቼ ቁርአንን የሚያፈርስ ወይ ነው ቁርአን ጋር የሚስተካከል ነገር አስተላላታቸው ለዚያ ይህ ቁርአን እጅግ በጣም ትልቅ ሙዕጅዛ ነው ትልቅ ሙዕጅዛ ነው ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ወደፊትም አላህ ተዓላ ይጠብቀዋል አይበረዝም አይደለዝም አይሰረዝም ናው አንድ ሰው አንድ ኮፒ ቁርአን ኮፒ ይዞ ሊቀደው ይችላል አንድ ካፊር ሊሰረዝ ይችላል ነገር ግን በእጅማል በጥቅል ግን ቁርአን ማጥፋት አይችልም ዛሬ ተውራት ሙሐረፍ አለ እንጂል በልኩሉ እንጂል እንጂል ፍጥቅላና እንጂል የሚል ስያሜ ያላቸው ሙሐረፎች ናቸው ያን ወንጌል ተባለ ተቀላላ የትም ሀገር ብትሄዱ ለሰይድና ኢሳ ይወርደው አይደለም ተውራትን ለሰይድና ሙሳ ይወርደው ተውራት የለም ሐቂቃው በአሁን ሰዓት አይገኝም ሰው ጅራይ ተገኙት ምን አይነት ተውራት ነው ምን አይነት ኦሪት ነው ሙሐረፍ ነው አላህ ተዓላ ግን ቁርአንን ይጠብቀዋል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እና نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون አላህ ምን አለ ቁርአንን ያወረድኩት እኔ ነኝ እጠብቀዋለሁ ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አላህ ቁርአን ይጠብቀዋል ዛሬ የሩቅ ምስራቅ አገሮች ውስጥ ጃፓን ኮሪያ ትሩና ሙስሊሞች የሚቀሩበትን ቁርአን ከፍታችሁ ብታዩት እኛ ጋር ደግሞ ገጠር ውስጥ ለፍታችሁ ገጠር ውስጥ ዑለማዎች በቃል የሚያስተምሩበት ቦታ ወይም ደግሞ ለውህ ተቀላችሁ ለውህ እንጨት ላይ መድ በውሃ ይበጠበጡ የሚጽፉበት ቦታ ብትሄዱ እዚያ ልጆች እየጻፉ የሚቀሩበት የሚቀሩት ቁርአንና ሩቅ ምስራቅ አገር ውስጥ ያለው ቁርአን አንድ አላሁ አክበር ይህም ዓለም ላይ ብትሄዱ ቁርአን አንድ ነው አላህ ተዓላ ተቆጣጣው ቁርአን ይሄ ትልቅ ሙዕጅዛ ያን ቁርአን ላይ ደግሞ ተናቁት ይባል ነገር የለም መገጫጨት ይባል ነገር የለም ቁርአን ላይ መገጫጨት ቢኖር ኖሮ ሙሽሪኮች እስቲ ከሻራቸው ቁርአን የሚያፈርስ ነገር አንተ ሲባሉ ይሄው ይሄኛው አንቀጽ ይሄኛው አንቀጽ ያፈርሰው አይደል ነበር በጣም የቋንቋ ችሎታ ነበራቸው ነገር ግን አላረጉምም ወደፊትም አይሆንም ኢላ ጃሂል አገራችን ውስጥ ያለ ሙኪን አንዳንድ ነሳራዎች ተነስተው አንዳንድ ክርስቲያኖች ያረጋሉ እዚህ ቦታ ላይ እንደተጠቀሰው ነገር እዚህ ቦታ ላይ ካለው ጋር አይስማማም ይላሉ ማዕናው ያቁት ምን እንደማ አረቦቹ የነብዩ ጣላት የነበሩት እነዚያ የመካ ሙሽሪኮች ነብዩን ለመግደል ያሴሩት ሰይፍ አስጣጥቀው ወጣቶችን ይላኩት እነዚያ ሙሽሪኮች በአረብኛ በጣም ፈሲህ ሆኖ በጣም ጎበዞች ሆኖ ቁርአን ላይ ተናቁልና ላይ ቁርአን ላይ የሚገጫጭ ነገር አላገኙ ይገባሽ ነው ቢያገኙ ኖሮ እንደው ጉታቸው ስለ ቢያገኙ ኖሮ ቁርአን ላይ የሚገጫጭ ነገር ቢኖር ኖሮ በቃ መሐመድን አገኘው ነበር ነገር ግን الله تعالى عندما ያገኙ ገለጸላቸው ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله من قال قرانك يا الله نذكر بايهون ኖሮ ቁርአን ላይ ብዙ መገጫጨትን ያገኙ ነበር ነገር ግን አላገኙም ኢዘን ይህ ንግግር የማን ንግግር ነው ማለት ነው ያባን ንግግር አላህ 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 እኛ ሙስሊሞች ቁርአን ያላህ ንግግር ነው እንዴ ቁርአን የጅብሪል ንግግር ነው ይላል ዛሬ መዝሙር ወጣ ይገርም ነገር ነው ሰምታችሁ አዲስ መዝሙር አሰማችሁ سوينا لكم على كل حال عندنت جاهلوشنا حقيقة ولما لكم سووش تشوش أسجبوا باسجونا يا رب شاكو سووش ميلا لو أحباشوش قرآن يجري تنجي يا الله نقرأ إلا لم يلا لو أحباشوش نزيلا لو الله يسوكا
هكذا يما يجواب صنع الفردس وزيون نظر الشيء حقيقة الأمر بحقيقة علماء يسكبتوا النظر اسكام كسرفوا الجمهور اسكام رسيا بعلماء كتابوا تشتوا لي أسفروا النظر يما يجنزبنا ما يردس وزيون يوم الشيء سلام يعلمون وعلي القيامة قلت أنا؟ بتنا أتقرب بس أمر تقول تبلو وريد كما شكاقر بكونا الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم يعني أكثر من هنا قر برقت أني نسمع تاك أو نقر أتطور ولا الله كذكر إيسو هي آية ليكو سياه وصل الشين أو بيرم يطيق عليك يا مالا إذا قبلتنا تبلو سياه وصل الشين تقول يا مالا يعني سو أورا بلو زنبلو ميورا سو أحد الكاذبين يعني كوشنا وجوز أنجلوس سبلو لهم وري ماستر في جاسر هنا إني أولي سنسمع مجمع المارك اللبن ما طارت اللبن تلزين أحباشوج قرآن يا الله نذكر أيضا لم يقال بيجب المرادون يبارو هذا بعيد كل البعد عن الحق كونت بس آميرا كانوا شيخ عبد الله هموني شيخ عبد الله سماريوج قرآن يمان نذكر أيضا نقر بين الله بفي جلد هنا بلمس بقانقوا عرل من ناقر مكنياتهم عندنا عرل من نيان ناقر ناور من ناقرات بلمس بفي جلدنا بقانقوا الله قال إن ياسر ما يمسل نقرقروا بفي جلد بلمس بقانقوا عرل قرآن لا يمنى بين ياسر في جلد ما عندنا يوم التنائف بيتاتمو أنا أقول لأبوكاركم يمسخو لو حلا يصفيكم وأنا لأبوكاركم أتبين ندار نبرة مالتهم بعدو لو حمارة مشلو نقرقم أهون يسرق يالو نقرقم صحيح هم لا أعلم مني نجو ورقة لأي آية القرآن صافي ورقة بعدو نبرة يلسوف أهون عرفة بس يه نقرق مخلوق اللي هون أهون يسافر من دون أن ترى ترى أعلني يعني لا نخرج من دائرة العقل كأمره مركز سين توس مغطي بالنمو سوكو أمره يميك بلون نجر منجي كزيادة لا يبيه بس صحيح أم لا عقلات شيء مسكره من دونه أن يهون من سكون نجر يقرآن آيات بمول بمولا بس من نجي وكلت ورقة جلائي أهون يتأقوى جاهلو عديس نقروشن بهون ما عندهم يذكر صحيح هم لا يه صحوف أهون يعرفوا صحوف أني يسر رهوس الله يفتره نقر بهون يترى ترى نقر قل يا الله صفة الكلام القائم بذاته لا الله سبحانه وتعالى ترى بطلت صفة الكلام القائمة بذاته يا الله بحرين ورقة لي يمي سفر نقر عليهم يتقبان ويمنكو بحرين إني من نقارها وعلم لنا مخلوقات يا الله بحرين نقارها أني قرآن سكرا يسمى يسو أني قرآن سكرا يسمى يسو يا الله ينقر بحرين أو كر لي رفض بس بلاد نعم والعياذ بالله يا الله بحرين ودفتو بالشباب قراني يسو قافير مليون يتقبل منه يا الله بحري ورقة لا يسفر على اللي يرسو إيه مسلم يا مان يا الله أزلي من الجرو أزلي من الجرو عبر بحرف وصوت ولغة بدمس بقوان قوانا بفيدا تجلس أن ورقة لا يسفر بمسلم وجه عندبت تنبب بمؤمن وجه لبوس تحفظ الشمد ده يتقبلون، سكان استقلال، إن أنت عقلكن أسفلنا تكثر بدرس، يعني ما نجوم سوسيال ولا أتدنا له، كان بيسمع بلاشو، هذا زيه له غير له، لا مجمع مريم أهل السنة والجماعة ولا ما وش من داس كمته النور، كزيا مهلان النجار، يا أهل السنة والجماعة ولا ما وش بذكر الله كمته النجار من النور، القرآن كلام الله، قرآن يا الله نذكرناه.
إذا قصد به الكلام الذاتي الأزلي الأبدي القائم بذاته يتفلق بث لا الله أمنو يتلقى قلت باهريوك هنا كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة في دلم قوان قوان دلسم وإن قصد به اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جبريل قال يا نبوت قرآن تفلق بثكم هنا قالوا في دلنا دلسو تفلق بثكم هنا وانقوا من أي قوانقوا عربية الله عربية فتاي إنجليزية فتاي يورمية فتاي قوانقوا شو فتاي من الله الله فتاي قوانقوا إنجليزية ولا يدري الله يسوي فتاي يسوي جناح يسوي بس هو بحري ما يوصف ما إنجليزية يجيب مش فتاي بجيب مش بحري إنجليزية يسوي مش بحري بدرس من هذا بفيدل من هذا بقوان قوان من هذا الله سبحانه وتعالى نقدره تنسألهم في دلالهم قوان قوان أنديتنا وعيد بالنم أنديتنا وتقولوا أنديتنا وتقولوا أنديتنا وتقولوا أنديتنا وتقولوا أنديتنا وتقولوا ما خذ جاكار ما مساسا تسلميهم يتقوان بالنم أنديتنا وعيد بالنم أنديتنا وكتبالا أمسايا مارلنا الله نقدره أمسايا سلوه إلاو باهريا تبتك الله يسولي جن باهريا سلم ما يمسلو بأن رواتنا أنديتنا أتشو ولندر سفاتشو إنيا إنيا أمره إنيش كركرو يرمبرنا ما قرلي سويتنا إنسويتنا نر سماي مدرن ترارا شن ترى نر يعني أنا نقدر ما أمرش مثلا إن شاء الله سلالة ينا نقدر فين نقدر كاي ينا نقدر قال لما نتأثر أمرش يوتا صحيح أمرش يفتن وريتنا كاي ينا نقدر قال أنت أسرهم يا الله سبحانه وتعالى نقدرن نسمتنا أزلي نقدرن يسمى منه سيدنا موسى عليه السلام سيدنا جبريل عليه السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يسوس ناجح يا الله أزلي نقدرن يسموت دمس وانقوا في دري يعني هنا يا الله نقدر يسموت سنتناجح سوس ناجح سيدنا موسى كريم الله أرمني كريم الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سوستنيا من ناتشو جبريل ناتشو إيهنيا مننا نبو قرآن وعربنيا قوانقوا يهونو فيدلنا دمس يهونو يمننا قومو يمن قتلو يمن جمرو يمن جرسو قرآن أزلي يهونو يا الله نقرب يهونو قول لأجنم يا الله أزلي نقسم طوال نبال نظر إيهنا بيصال كنا نتوس أني كريم الله نعمل هذا كريم الله معنا شو موسى معنا شو بس تنسي ميتار محمد صلى الله عليه وسلم كريم الله جبريل عليه السلام كذلك سمع كلام الله طال يا هي قرآن لي أجاك لا يهمنا شيء قرآن كسرتنا بين دفتين بولا شفان مهكل لا يمي جنوا كسرت شبلا أنكسي هونو عربي نجوا أنكوا يهونو يمي جمروا يمي جرسوا شو سووا بيشمد لنا يمي أنا بو من بنا وكتبها يا الله ان ازلي نغغرون يمي جلصبت نغغرجا هي ثاني يا جبريل درسنا وي ايلا يا محمد درسنا ايلا يا محمد درسنا ما عرفنا يا جبريل درست ايلا بل هو عباره عن كلام الله الازلي كيف نمتو الله تعالى لوح المحفوظ لي قلما ازوت قرانا اندي صفاره بمن بعربنا قانوا يتقبلنا سيدنا جبريل عليه السلام يهن القرآن لنبي محمد يا رب الله عزته وأسمعه كلامه الله دمس فتره سيدنا جبريل يهن نجر أن بيسمو على رجعته لو حن محفوظ لا يهيوت النجر أن بيسمو على رجعته يدمس فتره يا الله قلتنا الله فتره بحري قلت سيدنا جبريل أن نسمته لوحا محفوظا يا يوتن الله أزلي بونا نقلقلو أزواتشونا أسمتواتشو وردنا لمحمل أورد لنا لخوقاتشو بيقزي ويوردو لمن يوردنا برا لأن يجنع عليه السلام
እኛ ፍጥሮች ነን አላህ ፈጣሪ ነው አላህን ከንጉስ ጋር የሚያመሳስለው ሰው ማዓርፈው አላህን አላወቀው يعني لك جبريل عند النبوس ملك تانيا الله عند النبوس أرغو مياسر سوى الله على بقى جيتك بابانا يعني كما الدنيا نبوس وشكار يعني أنت أصدر وصوى هيدنا لمحمد انديه 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 بلغلو بقوان قوى بدنس بفيدر اني ناقر فزا جبريل يعني النبي مسلم مياسر سوى بزي ملكو الله اني كتسو هذا لا يعرف الله الله على بقى يتبابن الله تعالى خالق الانجي مخلوق ايلا انيان بنيان بمزنبت ميزان الله سبحانه وتعالى ننسى تربت مخلوقنا خالق ما ننسى تربت لغان تبابن الله لنا فطر ما ننسى تربت لغان مخلوق الذي كون الله من دي ليوان من يسو الله اكبر هذا لا يعرف فرق بين الخالق والمخلوق የተባባ ነው አይደል? በአላህና በፈጣሪና በፍጡር መካከል ያለው ልዩነት አያውቅም። ፈጣሪ ፈጣሪና ፍጡር ካልተገኘበት የተገኘና አጅዝ ሆነ ደካማ ሆነ ነገር ነው። የተባባ ነው። ስለዚህ እናንተ ቆም ብላችሁ ቁርአን የጅብሪል ንግግር ነው ይላሉ የሼክ አብዱላህ ጀማዓዎች ከተባላችሁ ወይም አህባሾች እንደዚህ ይላሉ ከተባላችሁ ለ የሼክ አብዱላህ ጀማዓዎች ምን ቁርአን የአላህ ንግግር ነው ይላሉ። ነገር ግን እንቁስ ደብይ ለህ ወልሙነዘል ይህ የተጠቀሰው ፊደል ከሆነ ተፈልጎበት የሆነው ያአላህ ንግግር ፊደልና ድምጽ አይደለም። ይህ ነገር ቁርአን ላይ የምናነበው ነገር ያአላህ አዘልይ ንግግሩ መግለጫ። ተግባባ? አዘልይ ንግግሩ ምንድነው? መግለጫ። ሐቂቀቱል ከላም يعني. لكن ይህንን ወረቀት ላይ የምናገኘው በሁለት ሽፋኖች መሃል የምናገኘው 30 ጁዝ ቁርአን كلام الله للوحي لا نقول عنه كلام جبريل يجب ان نذكر عنه قلت له اي شيء يا محمد نذكر له اي بقى من ده من له كلام الله من له بمعنى بمن ترقواني يا الله نذكر نرجع له انيا بمي غبان انا انيا بمنا قوملكو يتقلص له قلت له والا ازلي نذكره في دلنا دمس قانقوا يهن كحبش علماءه كل مشايخه كعالم علماءه من السلف والخلف من المتقدمين والمتاخرين سلف وخلف وفيه نبرتهم اهون يا العلماءه سمع كلام الله زوريا بناكوتي هنا هنا يخلف سو سلف اندال يعني خالف تبابا الله يسوق نعم سوسا خير ليلانياو ينبياتنا عليه الصلاه والسلام معجزه تسبيح الطعام بين يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم بنبياتنا عليه الصلاه والسلام مداف لاي اجاتشو لاي مغب تسبيح مارغو مغب الله سبحان الله بلو الله ما قراتو لنبياتنا فتسطو تامراتو صان كنبيو معجزاتو صاندو እጃቸው ላይ የነበረው ምግብ እጃቸው ላይ ሆኖ ምን ብሏል ተስቢህ አልጓል አላህን አጥቷል በሚሰሙበት መልኩ ማለት ነው አላህ አክበር በሚሰማበት መልኩ ተስቢህ አልጓል ይህ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሰጣቸው ሙዕጂዛ ታምር ማለት ነው ሌላኛው ሶስተኛው ተፈጁር الماءي من بين اصابعه الشريفه صلى الله عليه وسلم ከተከበሩ ጣቶቻቸው መካከል ውሃ መፍለቁ ይሄን ከዚህ ተጠቅሰናል رسول عليه الصلاه والسلام በተለያዩ መዋቂዎች አንድ ሞታቸው በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ በብዙ አጋጣሚዎች ላይ ከጃቸው ላይ ውሃ ፈልቋል ጠብታው አይደለም በአንድ ምሽት ላይ 300 ሰዎች ለጥቶ ውሃ ይወጣ ስንት ሰዎች አስባችሁ ታውቃላችሁ ይሄን ነገር ምናገሩ ካለና 300 ሰው የጠጣው ውሃ ከነብዩ እጅ ላይ ወጣ። ነገር ግን ማዕናው የሚያስበው ሰው ከሰውነት ውስጥ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙዕተዲ ወቃመ አይደል? ማሐከረኛ ነው ሰው። 300 ሰው የጠጣው ውሃ 300 ሰውን ለ300 ሰው የሚበቃ ውሃ በእቃ ብናዘጋጀው ምን ያህል ይሆናል?
تصبرني لسوز متو سو لو ها بچا سيهون لو مدت بچا سيهون لو وضوها شو جنو الله أكبر يهوها كنبي صلى الله عليه وسلم مداهس فالقوى كنبياتنا عليه الصلاة والسلام مداهس سوز متو سو وجدتوها وضوها ربتوها فالقوى لاتشو بيلا قدام إلي تزيه باس عند شيء ام مسمته سووه تططوها كجاجه ويطو صلى الله على سيدنا محمد هي صحيح وهو حديث لا يتكسر البخاري ومسلم ينوتش الترمذي ابو داود النسائي حي زقاويش وبذات تكسر عند زين سووه وضوء ما رياطونا متطط وهاتو ولا نبياتنا عليه الصلاه والسلام غيروا له زمن شعر يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ني عم تتطوها وضو من نارغبت ما عتنا الرجع كنبياتنا عليه الصلاه والسلام اتقب دست يمسل تنش وها يلو بقى نبر نبيو من ادرغو ركوا يبال زي ركوا وسط زي هقا وسط مدافعاتهم اسكمطوبت انس رضي الله عنه نالو كنبياتنا عليه الصلاه والسلام طاتنا طات ماكل وها سفر بعين يالو الله سبحانه وتعالى وهو بزايد لكم فكاوس ينبروا وها اجاتوا سلاسكمطوبت يبزا هيره سايحون الماء كان الماء ينبع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي طاتوش ماكل لا وها من يرى نبره يفرق نبره الله اكبر سنت نبرات سيبالو لو كنا 100000 لكف عند متوشي بنهون يبقان نبر سنت بنهون عند متوشي بنهون يبقان نبر كنا 15% عند شي 500 نبرنا يعني ينبرنا سنت نبر عند شي 500 نبر ነገርግን 100000 ሰዎች بنهون እንኳን ይነበርነው يبقان نبر ከነብዩ መዳፍ ይወጣውሀ صلى الله عليه وسلم ይሄ የነብዩ ነብይነት የሚያረጋግጥ معجزه لأن يوم عجزان شهادة ثيب له صلى الله عليه وسلم ثكلا نبي لتاته ومسكره عند ثكلا يعند سويين يعند رنيان فيل يازم بس نبالا بس معكم رنيان كثكلا فيل رياستك سمت آمن هذا الله أكبر ثكلا هنا الله عنا أكبر أني توننا هلنا مكة لي محمد يتبارسه الله نبي عبد الولايات وصال لنا بس أمني لنا ما أنت لأكره تقوله تؤمن جير فيلم أقوله حقيقة هذا القباش كارتو فيلم نامسهم بحقيقة الله تقوله هنا الله نقره هنا من أبه أمين تؤمننا هلنا محمد أمنا يمجر شعو نبي فالقوال محمد يبال سبحان الله يهي لنبياتنا عليه الصلاة والسلام كما سكروا الله عجماء يما يناقروا نقروا شست لنبيو كما سكروا تسأموا هين يوتكولان وحنين الجذع لهم صلى الله عليه وسلم عم استنيا يتقرط يضاف قند نبيو سلا تليوت مع الخصوم صلى الله عليه وسلم لمن تليون بلوع الأسوار رسول عليه الصلاة والسلام خطبة سيربو لفيت مدد الجفوت يزاف يتيم الزاف يتقرر تقريب من البار عند سيد متأشنا من ألج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي عبد نجا يعني أنا سيه وأنا ننجت مسرف مشير ننجت مويا يرلو بار يرلينا نسمع لك كرسيا منبر النسرة يعني درجة خطبة سيارة ونذكر سيارة وزيارة وطن من ناقر أنا سيارة ودركما رسول عليه الصلاة والسلام من أمر إن شئتم فعلتم كفر لغاشتم ما هذا كفر لش أرك يا بات فزا أسرت عملتك منبرو نسيرو ستكلا تأمدا نبي عليه الصلاة والسلام خطبة سيارة ونذكر سيارة وطن الله أكبر يا جندنا الله تعالى أسوقونا
حياه الله فطرتنا احساسنا الله سطونا نبيك هم وهلا اتجبوا عندما يقومون عندما يدغوا ثوقا صلى الله على سيدنا محمد من برج السرى كان وهلا ودسن عندما يطوا وقنا لي ليس عندما وقنا كل مستوى بمسابه الدرس ما لك سجمر الله الله كل مستوى بمسابه الدرس جمعه خطبه لي يمسمو سو ሁሉ ነብዩ ገና ምንበር ላይ ወጥተው ንግግር ጀምሩ ያ ግን ህፃን ልጅ እንደሚያለቅስ ሰው ድምጽ ማሰማት ጀመረ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወረዱና ضمه واعتنقه اكبر كان ሁሉ ልጅ እንደሚያብሩ ተባበሩት ፈሰከ ከዚያ በኋላ ዝም አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዝም ብለው ኖሩ ባሉትና ባላው ብለው ኖሩ አሉ الله اكبر ሰከየ ማቀደስ ለዚህ ነው የተከተለ الله الله هنري عمر ما شو يقولوا جند زاف يتقرط رسول عليه الصلاه والسلام سله تليو نافقوا على الكسه ان انت المؤمنون لباتكم سغانا دمناو النبي صلى الله عليه وسلم بمنافق يبلت الثلاثه من يقلبوا ان انت ناشي له الله الله يعزك لأن معجزاته رد عن الصحابي قتادة بعد انقلاعها قتادة يتبعد الصحابي عينا الترك واللك اسبوها لا نبيات وجبوا طوام من لساته لأن معجزاته عندما نزل مشاري قتادة يتبعد الصحابي عين تمتنى عين واللكات فسالت على حدقته يعني فسالت حدقته على وجلته وده قلت لي على خده ጉንጩ ላይ ወርደች እንጠጠረች خلاص ሊቆርጡ አፈለጉና መጀመሪያ ለነብዩ ነገራቸው ብሎ ለነብያችን ሲነግራቸው ወረን ያጥታቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ናሉ በመላፋቸው ያቺ ወለቀቻው አይን ተንጠጥለ ነበረቻው አይን ቦታው ላይ መለሷት ሱብሃንአላህ እንደነበረቻው ነች ምንም ነው ይገባ ይሄ ከነብያችን ሙዕጅዛዎች ውስጥ አንዱ ነው ሰባተኛ እንሽቃቁ القمر የጨረቃ መጥቦታ ተፈጸመ ይሄንን ከዚህ ተጠቅሰናል ሙሉ ጨረቃ በመነጭበት ላይ ለየተር በድር ላይ ሙሉ በመነጭበት ሰዓት ሙሽሪኮች ሲያንተ ነብይ ቆም ይሄን ጨረቃ ሁለት ቦታ ሰጥቀዋለች አንደን ሰው ሙሽታን ለማስባል የሚያደርጉ ነገር አለ አይደል يعني انت ሙሽታን ነህ ለማለት ሲያንተ እንዲቆም ሲያንተ እንደማለት ነው እነሱ ነብዩን ሙሽታን ለማስባል እስኪ አንተ ነብይ ከሆነ ክችን ጫጋ ሁለት ቦታ ተፈላስ ይሏቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተፈላስ አንደኛው ክፋይ ወርታች ወረደ ሰው ሁሉ የሚያመልኩ ማለት ነው ሌላኛው ክፋይ ይዛው ቀረ ይሄ ከነብያችን ሙዕጅዛዎች ውስጥ አንዱ ነው ስምንተኛው አልኢስራ ወልሚዕራጅ ኢስራእና ሚዕራጅ ኢስራ የሚባለው ከመከተል ሙከረማ እስከ መስጂድ አልአቅሳ የተደረገው ጉዞ ኢስራኤል ይባላል በለሪቱስ በለሪቱ ሙሉ ወለሪት ሳይሆን የተወሰነ ክፍል ውስጥ እስከ መካ ተመረመና አሁን ባለንበት ጊዜ አይደለም ባሁን ፕላኖች በማንነት ጊዜ አይደለም ሰዎች በግመልና ፈረስ ሄዱበት ጊዜ ማለት ወይም በግሩ ሄዱበት ጊዜ ያኔ በለሪቱ የተወሰነ ክፍል ከመካ ወደ ቤተ መቅደስ ወደ ፍልስጤም ድረስ ሄደው ከዚያ በኋላ ደግሞ አልሚዕራጅ ተባለው ጉዞ ከቤተ መቅደስ በኋላ ደግሞ ወደ ሰማይ ሰባቱን ሰማያት አልፈው ሲድረቱል ሙንተሃ ድረስ ደረሱበት ጉዞ አልሚዕራጅ ይባላል። ይህ ሁሉ የሆነው በትንሽ ሰዓት ውስጥ ነው። ደርሰው ያዩትን አይተው አምስት ወቅት ሶላትን አላህ ግዴታ አርጎባቸው ተመለሱ። የአላህን አዝሊን እንግሰምተ ነብዩ እዚያ ቦታ ገሄዱት የአላህ መኖሪያ ቦታ እዚያ ቦታ ላይ ስለሆነ ነቱም አላህ ተዓላ እንደኛ ጅስም ስላልሆነ መኖሪያ ቦታ አያስፈልገውም። እኛ አካል ስለሆነን ቦታን ፈልጋለን። ግልጽ ነው ጅስም ስለሆነን ቦታ እንይዛለን። አላህ ግን እንደኛ አካል አይደለም። አካል አካል ነው የፈጠረው። ስለዚህ ነብዩ እዚያ ቦታ ይልታረ ለምንድነው ተብሎ ከተጠየቀ መልሱ አላህ በቁርአን ላይ ያለው ነው መልሱ። ምን አለ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
ያንን ጉዞ ተጓዙት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢስራእን ሆነ ሚዕራጅን አላህ ተዓላ ዓለም አልዑልዊ ላይ ያሉ አስደናቂና አስገራሚ ነገሮችን ያሳያቸው አላህ ደረጃቸውን ከፍ ያደርግላቸው ትልቅ ክብር እንዳላቸው አላህ ያሰማቸው ነው እንጂ እሱ ያለበት ቦታ ጋር ደርሰው አጠገቡ ሊሆኑ አይደለም አላህ ተዓላ ከአካልና ከመጠን ይጠራ አላህ ተቦታ ፊት ነበረ ከዓርሽ ፊት ነበረ ዓርሽ ተፈጠረ በኋላ አይቀየርም ዘጠነኛው ሸሃደቱ ዱብለሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጅድ የሳቸው ነብይነት መስከረ ضب يبال نظرنا ويه نيا دب من لو اوري على يبال لا نعم يتاجب انا تلك الدبوش عالو يزوه جو روسيا عالوس ني برداء ما عالوس ني قلن نيهن نيا ودب سيهون ضب يبال انسال عربوش يادنو يبالس ان شاء الله كتمتاز شامت عالي اشتوى الولي اشتوى الولي اشتوى الولي اشتوى الولي اشتوى الحقيقة يعني فولو سنتكا وستيا بنا راوت تو مجاني فنا عمول ثوت جسمو ያለ ዶባለ ኢንሻአላህ አሳያችኋለሁ አላህ ታምሻችሁ ለጀማዓ ሲኖር ከተመቻችሁ ታውታለህ ይሄንን ዶብ የሚባለውን እንስሳ አንድ ሰው አድኖ አንጥቶት ወደ ቤቱ እየወሰደው ያለ በዚያ መንገድ ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰዎች ከበዋቸው ሲያይ ካፊር ነበር መጀመሪያ ምን አለ ማን ነው ወልሙዚ ሰው የተሰበሰበበት ዙሪያው ሰው ሊከበው ማን ነው ብሎ ወደሳቸው መጥቶ ከዛ ማላቸው አንተ ሙሐመድ ለምንድን ነው በእነዚህ በጃሂሎች ምንን በማይገባቸው ሰው አምሮ ያለም እንደምትጫወትባቸው አላቸው ከዚያ ምን አለ ነብዩ መለሱለት ከዚያ ምን አላቸው قال لا اؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب يه ضب بني ادمكوت يموت او انسى اسكلمنبه اني علمنبه ማለት يعني بسوا بابل انت بسوا علمنبه ማለት الله تعالى يعني الضب عنا كرهنا من بلو مسكرة النبي ياشن صلى الله عليه وسلم نبي ينت مسكرة من على نبيو سيطروت تنستقوم حيو فزيابو هذا ناكر من على الشو أنتو يا الله ملتن ينزع الشو سبحان الله يهي الله تعالى للنبي ياشن كسدت الشو معجزة وشتان السرن يو انطاق الشاه المذبوحة المضبوخة المسمومة يعني كاردا يبسلتنا مرزي للقبات ينبرج فيال نبياتنا عليه الصلاة والسلام بس لهم بلوك أقرب الله شبوها لا مرزا ربوبت الجات شو لي زوت الجات شو لي نبرو كنت مسكرة من ألا يا رسول الله مرزا لبنينا أتبلن يا الجنة سبحان الله مرزو كباري من مرزي نبرا እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች ሰዎች ነበሩ እዛ ቀድሞ የበሉ ሰዎች ወዲያውኑ سبحان الله الله سبحانه وتعالى ያንን ክንድ የበግ ክንድ የሻት የፍየል ክንድ الله አናገረና ለነብይ ምን አላቸው እኔ መስሙ ثم الذين ውስጤ መርዛልና አትብላኝ صلى الله على سيدنا محمد نبي عليه الصلاة والسلام معجزات وتأمزوا زاري قطرا من جار سؤال إن شاء الله يتكررون كفل يكتروا سامي إن شاء الله يكتروا على علماء واجبة كل سنة قروا معجزات النبي عليه الصلاة والسلام قرآنا أن معجزات جارة قطرا كيلو تبار كأن الشيب لاي تأمر ذلك أبا تقول إيه نبي مونات شولي هم ما يشك ما نتنى قبرت يا نبي جندهونه ما رأي جارة صلى الله على سيدنا محمد الله تعالى ساتجوب التقديم لي سنتن المكالمة بارك الله فيكم إليك الله شو إن شاء الله طول بطريق سؤال نعم إذا يسمن يتكررون كفر إن شاء سنة كزيابو هلا بمختصر درس الجمرال زاري كتاب يعني من تاسو سامن تجيب إن شاء الله يريد لو سورة موحجة المستطر الجنج كتاب يريد لو سو موصل الجنج ከማ ሄዳችን በፊት ይሄ ሙስሊም እህታችንና የእናቷና ያኮቷን ፋቲሃ ይቀራልኝ ብላኝ ነው የመውጣት ማለት ነው። አይ አንድ እህታችን አለች ለእናቷና ለአጎቷ እንሽቱን ፋቲሃን ትራላችሁ አንድ እህታችን አለች ለእናቷ ዙበይዳ
ይባላል እናቷ አጎቷ ደግሞ ሙሰማ ለአላህ ብላችሁ ፋቲሃ ቁሩ ብላለች ኢንሻአላህ እናታችን እንቅራለን ፋቲሃ እንቅራላችሁ ያኒ እና ተዋጉን ለነሱ ይያናል